بصي، هو لو هالات سودة هتحقن مرة واحدة وتحتاج تاني بعد 3 سنين. أوكي. لو جيوب هتحقن مرة أو مرتين، ممكن تبقى مرتين بينهم وبين كل مرة شهر، مش هتحتاج قبل 3 سنين تاني. مش هذا ده حاجة كويسة قوي. 3 سنين طبعا، ده مش بوتوكس، ده فيلر مخصوص لمنطقة العين. أوكي. بيعمل سبورت، بيغير شكل العين. أوكي. فبدل ما أعمل عمليات شد اللي كنت بعملها، أنا بعمل شد الوش دلوقتي بكده. دلوقتي الفيلر حتى في الوش العادي ما بقيناش نحقن في الأماكن دي، احنا بقينا نحقن لورا كأني بعمل خيوط. خيوط. أوكي. فكلنا نلاقي إن الناس كلها وشها اتحسن جدا، بيفتكروا الناس عاملين خيوط. لا، ده تكنيك حقن الفيلر. حقن الفيلر. أوكي. فدي حاجة سهلة جدا. طيب دكتور، وبالنسبة للتجاعيد، التجاعيد زي ما أنت قلتي حلها البوتوكس، مفيش حاجة. طبعا حلها. طب لو التجاعيد تحت العين يا دكتور؟ اللي في المنطقة اللي ما بيتحطش فيها بوتوكس. دي بيتحقن الفيلر بتاع العين، فيلر مخصوص بيفرد التجاعيد في المنطقة دي. أوكي. بلس الكريمات زي ما قلنا. طيب نتنقل لحاجه تانية يا دكتور. بعد ساعات بيبقى فيه ناس، وانا مش فاهمه قوي، بيكون احنا عندنا صوره بيبقى فيه زي حبوب تحت العين يا دكتور، ولا دي جيوب ولا دي اكزيما؟ لا. ولا احنا عندنا صوره ممكن نشوفها في نوعين من الحبوب. ده يا دكتور ده اسمها السيرنجوما. يعني ايه سيرنجوما؟ انسداد في الغدد العرقيه. دي تلاقيها الناس اللي بيتعرضوا للشمس كتير. أوكي. في المواقع بيخرجوا في الشمس كتير، تلاقي حبوب لون الجلد محبب بالظبط تحت عينه. ده بالليزر، جلسه او اتنين فاكشنال ليزر بيظبط لي الموضوع ده. من العرق؟ انسداد في الغدد العرقيه. ازاي اتسدت؟ اتسدت لوحدها من الشمس، حصل فازوكونستريكشن، اتقفلت. اوكي. فاتقفلت على العرق، الغدد العرقيه الصغيره جواها. دي بميزها ان هي لون الجلد. في حبوب تانية هنشوفها تبقى حبوب صفراء، دي برضو من سبب العرق زي دي. لا، الحبوب الصفراء اللي بتبقى فوق وتحت دي كوليسترول زايد، دي علامة خطر ان في كوليسترول حوالين الاوعية الدموية حتى اللي حوالين القلب. اوكي. فاول ما تظهر على الجلد، انا لازم احوله لدكتور قلبي يظبط لي يديني علاج للكوليسترول، ودي برضو بتتشال بالليزر. بالليزر. طيب حاجة تانية برضو يا دكتور، وحاجة طبعا بتضايق ستات كتيرة جدا، وقلنا لو ليها حل برضو غير عمليات التجميل، اللي ترهل الجفون. هل ليها برضو؟ طبعا ترهل الجفون بقى بيبقى اكتر في الجفون العلويه. تلاقي حد بتقول لك وانا بحط الشادو خلاص ده لزق هنا، مفيش سبيس. بالظبط. فطبعا لو ملي واتنين ملي البوتوكس بيجيب نتيجه. البوتوكس بتحقنوه فين؟ بنحقنه في الحاجب. فده بيترفع الحاجب. أوكي. فبيدي سبيس هنا اكتر.